يصعب علينا وصف الجمال الخلاب لطبيعة الغطاء الأخضر في قمم الجبال عندما نتأمل مشاهد الروعة في هذا المكان لتكون ينبوعاً من المعرفة لا ينضب كينابيع المياه. الأصل الأصيل في طلب السرور قوة الاحتمال، وبحسب قوة القلب وصفائه تشرق النفس. هكذا يعطي المزارع الحياة قيمتها في الجبال على الرغم من طبيعة الأرض الجبلية. لم تقتصر الزراعة في سفوح الجبال على النخيل فحسب، بل امتدت منذ زمن الآباء والأجداد لتشمل مزروعات مختلفة زينت هذه الجبال بجمال خضرتها. كلها زراعة، نزرع أي شيء، ثوم، صل، قدود، أشياء، كل شيء. يوم تون شيمة، ويوم تون ما شيمة وما نسوي. والنخيل هذا تقريبا 20 سنة قبل يا أبوي هنا موجود، روح رستاق وتوفى الشايبي، وأنا ظليت مكان هنا في الزراعة هذه، نوكل ونشرب منها ونسير ونجي بس على هذا. طبعا هذا القبيل الذي يغذي البلد، المغذي الرئيسي، فله تاريخ قديم. أهميته مثلا سقي الأموال والمزارع والى اخره، وقبل يستخدموه لري البيوت حتى نفس الشيء يشربوا منه. ان العواطف التي تربط الانسان العماني والزراعه في اعالي هذه الجبال ينال بها السعاده ولذه الفرح والسرور، وتتساءل عن روعه الانسان العماني وسر ولعه بالجبال وتحديه لقسوه الطبيعه العذراء. يد الإنسان العماني التي تعمل في الزراعة هاجس يحتوي كل معاني الجمال والرضا. يعقوب بن سليمان المعمري، محافظة جنوب الباطنة.